أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج المشهد. مشهد اليوم حول زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني دكتور رشاد العليمي والوفد المصاحب له والذي يضم أعضاء المجلس الرئاسي وعدد من الوزراء والمسؤولين اليمنيين إلى القاهرة. دكتور رشاد العليمي التقى صباح اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين المصريين في قصر الاتحادية. الرئيس السيسي والدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسة قيادة الرئاسة اليمني بحثوا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وأيضا المستجدات على الساحة اليمنية بالإضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل للأزمة وإحلال السلام وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق اللي بيعاني أسوأ أزمة إنسانية منذ أكثر من 7 سنوات. زيارة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى القاهرة بتأتي ضمن جولة خليجية له زار خلالها قبل أن يأتي إلى القاهرة دولة الكويت ومملكة البحرين، مما بيعزز الأمال لتعزيز الدور العربي لإيجاد حل للأزمة اليمنية، ومما يدعو للتفاؤل أيضا أن الساحة اليمنية بتشهد هذه الأيام هدنة لم تشهدها منذ سنوات. هذه الهدنة التزمت بها كل الأطراف بغض النظر عن بعض الخروقات. تم تمديد هذه الهدنة التي دعا إليها المبعوث الخاص إلى اليمن، تم تمديدها لمدة شهرين. حول أهمية هذه الزيارة وتوقيت هذه الزيارة تدور حلقة اليوم من برنامج المشهد مع الأستاذ ماهر عباس مدير تحرير الجمهورية والكاتب المتخصص في الشؤون العربية. أهلا بك أستاذ ماهر. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. أستاذ ماهر، في البداية قبل ما نبدأ أسئلتنا وندخل في الموضوع بشكل مفصل، معنا تقرير حول هذا الموضوع، اسمح لنا نشاهده مع حضرتك والسادة المشاهدين ونعود لنبدأ هذه الحلقة. في إطار العلاقات الوطيدة بين مصر واليمن، تأتي زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي إلى مصر. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لوحدة واستقرار اليمن لما يمثله من أهمية قصوى لمصر والعالم العربي. الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بالدكتور رشاد العليمي والوفد المرافق له في زيارتهم الرسمية الأولى لوطنهم الثاني مصر عقب توليهم رئاسة مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، متمنيا له ولمجلس القيادة التوفيق في مهمتهم الجديدة، معربا عن دعم مصر للمجلس في تلك المهمة بما تحمله من مهام جسيمة ملقاها على عاتقهم لتحقيق صالح الشعب اليمني الشقيق. وإنني وإذ أتمنى لكم ولمجلس القيادة الرئاسي اليمني التوفيق في مهمتكم الجديدة، فإنني أود أن أشد على أيديكم وأن أعبر عن دعم مصر لكم في تلك المهمة بما تحمله من مهام جسيمة ملقاة على عاتقكم لتحقيق صالح الشعب اليمني الشقيق، وأن أؤكد لفخامتكم دعم مصر لجهودكم في سبيل التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام للأزمة اليمنية. من جانبه أشاد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدعم مصر لبلاده ووقوفها معها، لا سيما في إطار تحالف الدعم للشرعية الدستورية في اليمن، وذلك في مقابل ميليشيات الحوثية. الرئيس السيسي أكد أنه حرص خلال المباحثات على التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه العلاقات الراسخة مع اليمن ودعم الشرعية ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، ودعم مصر الكامل لكافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام في اليمن. وأضاف الرئيس السيسي أنه أعرب خلال المباحثات عن أن مصر لن تدخر واسعا في مساعدة اليمن الشقيق، وأنها حريصة على تقديم أوجه الدعم المختلفة للأشقاء اليمنيين. أهلا بكم من جديد وأرحب مجددا بضيفي في استوديو النيل للأخبار في برنامج المشهد الأستاذ ماهر عباس مدير تحرير الجمهورية والمتخصص في الشؤون العربية. أستاذ ماهر، يعني كيف ترى أهمية زيارة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى القاهرة في هذا التوقيت؟ هي أهم زيارة لرئيس مجلس القيادة اليمني الرئاسي الدكتور رشاد العليمي
للخارج. هي الأولى لمصر، ومصر تعني لليمن الشيء الكثير تاريخيا. نعم. منذ ستينيات القرن الماضي مصر ومنذ بداية الأزمة الحرب الحالية في اليمن كان لمصر موقف ثابت وهو وحدة اليمن ونزع التدخلات الخارجية التي تدعم الانشقاقات والخلاف داخل اليمن. نعم. ومصر أيدت التحالف العربي من أجل سيادة اليمن وملف الأمن في البحر الأحمر وأيضا الأمن القومي العربي، لأن اليمن بالنسبة لمصر تشكل جغرافيا موقع مميز ومن أجل الجوار العربي. مصر ساعدت اليمن الشمالي في الاستقلال وساندت اليمن الجنوبي قبل الوحدة ودعمت الوحدة، فالزيارة مهمة جدا وفي توقيت يأتي بعد مد الهدنة كما تفضلت في مقدمتك. نعم. التي وافقت عليها معظم الأطراف، وإن كان هناك خروقات كما تفضلت بالقول، إلا أن هناك تفاؤل بأن المبادرة الأممية ستنجح هذه المرة. والدكتور رشاد العليمي يقوم بجولة عربية مهمة يستند فيها إلى المبادرة الخليجية وإلى الحلول التي طرحت من قبل من أجل رأب الصدع في أسوأ عملية إنسانية تشهدها العالم حاليا. نعم. وهو ما يحدث في اليمن. اليمن يعني الشعب اليمني تحمل كثيرا والمسألة الإنسانية ضربت في العمق، لا مياه لا كهرباء لا صحة، فآن الأوان أن تحل الأزمة اليمنية وتخرج كل التدخلات التي تصب الزيت على النار في الوضع في اليمن. الدكتور رشاد العليمي جاء إلى مصر كبوابة مهمة. نعم. للأخذ بيده، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في المؤتمر الصحفي أن مصر تساند الأشقاء في اليمن بكل ما تملك. نعم. من أجل إعادة اليمن التاريخية، اليمن الواحدة، اليمن جغرافيا وأمن. نعم. البحر الأحمر. نعم، هذا ما أكد بالفعل عليه رئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تدعم إيجاد حل سياسي عادل ومستدام للأزمة في اليمن. المجلس الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد العليمي في زيارته للقاهرة بيرافقه عدد من المسؤولين والوزراء اليمنيين، وفد رفيع المستوى بيضم مدير مكتب رئاسة الجمهورية ووزراء الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والنقل والصحة وغيرهم. يعني دلالة اصطحاب هذا الوفد في هذه الزيارة؟ دلالة اصطحاب الوفد، المجلس الرئاسي لليمن يسعى يعرف خبرة مصر. نعم. وجاء بهذا الوفد لأن هناك توجه مهم لنزع البنادق ورفع مسيرة السلام والاستقرار والتنمية في اليمن. نعم. لو نظرنا لتشكيل الوفد، هو وفد سياسي تنموي في نفس الوقت. نعم. لأن إعادة إعمار اليمن مكلف، وبلد دمرتها الحرب 8 سنوات تقريبا وتحتاج إلى دعم كبير، فجاء إلى مصر ليستفيد من الخبرة المصرية في كيفية يعني هنقول ريبيلدينج يمن، إعادة بناء اليمن. نعم. فمن هنا كان تشكيل الوفد، إضافة لثقل مصر السياسي الإقليمي والعربي والإقليمي والدولي في مساعدة اليمن للخروج من أزمتها بين وإعادة الاستقرار مع كل الفصائل على الأرض اليمنية. اليمن كما تعلمين تضاريسها السياسية أسوأ من تضاريسها الجغرافية. نعم. ولذلك تحتاج لسياسي ماهر لكي يتناول كيفية الحل السلمي في اليمن بعد أن تدخلت أصابع خفية من الخارج لدعم تأجيج النيران والانشقاقات في اليمن. مصر يعنيها الحل السلمي ويعنيها إعادة إعمار اليمن، ومن هنا جاء تشكيل الوفد الرفيع المصاحب في أول زيارة للدكتور رشاد العليمي إلى مصر. هو بالفعل خلال المؤتمر الصحفي اللي عقد صباح اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي أكد أنه بعد المباحثات بينه وبين الرئيس السيسي أنه سيكون هناك توقيع لعدد من الاتفاقيات.
بالتأكيد أعتقد الزيارة هدفت في شكلها السياسي هو التأكيد على دور مصر، نعم، وفي شقها التنموي والتعميري هو دور مصر في إعادة إعمار اليمن. مصر التي أعادت بناء اليمن في ستينيات القرن الماضي أيام الرئيس عبد الله السلال وما بعده، إلى أن بدأ وفي الوحدة كما قلت لك، إلى أن بدأ الحرب الحالية التي مزقت كل شيء. فأنا أعتقد هناك توقيع لاتفاقيات مختلفة في مجال البنية التحتية ومجال التنمية ومجال التعليم، نعم، والصحة. اليمن تحتاج لكثير من الخدمات ومصر قادرة على ذلك. نعم، هو بالفعل كما حضرتك ذكرت منذ قليل أن اليمن بتمثل أهمية استراتيجية لمصر بخلاف الأخوة العربية والتاريخ المشترك والدين الإسلامي، أن اليمن بتقع على باب المندب، وده بيمثل أهمية استراتيجية لمصر على البحر الأحمر وعلى قناة السويس. بالتأكيد أمن الملاحة في قناة السويس لا يبدأ من باب المندب، نعم، عدم وحماية الجزر المنتشرة في البحر الأحمر من أن يتسلل إليها أي مخربين وأي إرهابيين وأي أعداء. فمصر يعنيها تأمين الملاحة في باب المندب. كما تعلمين أن الحرب اليمنية جعلت شركات التأمين ترفع أسهم التأمين بشكل كبير، نعم، مما كان يعد عائق في السفن القادمة إلى قناة السويس. عندما يكون هناك أمن واستقرار في اليمن ستكون حركة الملاحة بالتأكيد أكبر من هذا، لأن قناة السويس تمثل بالنسبة لدول آسيا هي الشريان الرئيسي، نعم، لمرور ناقلات النفط والمنتجات المختلفة إلى أوروبا بديلا عن طريق رأس رجاء الصالح. فباب المندب يمثل لنا رؤية استراتيجية ورؤية أمنية وأمن قومي عربي. نعم أستاذ ماهر، يعني هذه الزيارة للدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس الرئاسة اليمني سبقتها زيارة ضمن جولة خليجية سبقتها دولة الكويت ومملكة البحرين، يعني هل تعتقد حضرتك أن هذه الجولة هتكون بداية لتفعيل الدور العربي الغائب في حل الأزمة اليمنية؟ هو بالتأكيد الدور العربي لابد أن يكون للجامعة العربية وللعرب دور، وقد كانت أول مبادرة بالدور العربي كانت من مجلس التعاون الخليجي، لكن هناك معوقات كثيرة لم تجعلها تنجح وجرت مياه كثيرة في النهر. أنا أعتقد أن آن الأوان لإحياء الدور العربي في حل الأزمة اليمنية، وهذا الدور العربي يجعل الأطراف التي تتدخل في اليمن بصب الزيت على النار تخرج، لأن الدور العربي هو الأهم. ولا لا أنكر الدور الأممي مهم، لكن الدور العربي هو الأهم في اليمن الذي عانى كثيرا في السنوات الثمانية الماضية. نعم أستاذ ماهر، اسمح لنا نبقى مع هذا الفاصل الذي يحمل بعض الرسائل التي جاءت في المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمن. We'll be right back.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام من جديد. أستاذ باهر، يعني خلال الفترة السابقة فشلت كل المحاولات لوقف إطلاق النار، وأيضا المساعي الأمريكية ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، ولكن مؤخرا استجابت كل الأطراف في اليمن لوقف إطلاق النار، وتم تمديد هذه الهدنة لوقف إطلاق النار لمدة شهرين. تعتقد حضرتك أن هذا مؤشر على بداية حل سلمي للأزمة في اليمن؟ هذا أمل كبير لكل الأطراف المرتبطة مع الأزمة اليمنية، سواء من دول الجوار أو الدول التي تسعى بشكل جدي لإيقاف هذه الحرب الشرسة وإيقاف المأساة التي تعرض لها الشعب اليمني. لكن هناك تشاؤم من عدم إقبال كل الفصائل اليمنية على هذه المبادرة الأممية التي لاقت ترحيبا دوليا كبيرا. كل ما نخشاه أن يدخل شيطان التفاصيل لإعاقة هذه الهدنة مرة ثانية كما حدث في المرات السابقة. لكن أرى أن الظروف الآن مواتية جدا، في زيارة لرئيس أمريكا قريبا للمنطقة، وفي نفس الوقت الأطراف اليمنية نفسها تعبت من هذه الأزمة، وهناك رؤية جادة للخروج بحل يرضي كل الأطراف، لا هازم ولا مهزوم، وتعود اليمن المستقرة، اليمن السعيد الذي كان سعيدا مرة ثانية إلى حظيرته العربية. نعم أستاذ ماهر، اسمح لي، معي عبر الهاتف الأستاذة هند الضوي الكاتبة الصحفية. أستاذة هند مساء الخير. مساء الخير بك يا فندم وبضيوفك الكرام. أهلا بحضرتك. بنتحدث عن زيارة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى القاهرة اليوم، ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحبة الوفد رفيع المستوى الذي جاء معه لزيارة القاهرة. يعني نتحدث أيضا عن الهدنة في اليمن. بموجب الهدنة تم فتح مطار صنعاء أمام بعض الرحلات التجارية ورفع الحصار عن العديد من الموانئ. حضرتك شايفة أثر هذه الإجراءات على المواطن اليمني من وجهة نظرك؟ طبعا كان في عدة خطوات مؤخرا ساعدت على تهيئة الوضع في اليمن لمثل هذه التحركات والزيارات وعقد الاتفاقات. أهم هذه التغيرات في المشهد السياسي اليمني هي اختيار مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد، ما أدى إلى سد الثغرات التي خلقها أو اختلقها البعض ما بين صفوف اليمنيين في الجنوب وغيرها من المناطق المحررة. هذه نقطة، ونقطة في غاية الأهمية. هذا أيضا أعطى انطباع للدول الكبرى والأمم المتحدة بأن هناك إصرار وعزيمة من الدول العربية وعلى رأسها مصر ودول الخليج في استعادة الأمن داخل اليمن تحسبا لأي تغيرات تحصل على مستوى العالم، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وبالتالي وجدنا اليوم أن الدكتور رشاد يأتي إلى مصر ويتحدث عن استعادة الأمن والاستقرار، إطلاق أو انطلاق عدة مشروعات برعاية مصر ودعم كامل من القيادة السياسية المصرية، سواء كانت مشروعات متعلقة بإعادة تهيئة البنية التحتية بعد سنوات طويلة من الصراع والتدمير الشامل لمقدرات الشعب اليمني، وأيضا هناك مشروعات تتعلق بالطاقة، خاصة أن مصر مؤخرا أصبحت مركز إقليمي وعالمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط. بالإضافة أيضا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن بأن مصر لن تتأخر عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للشعب اليمني. وهناك نقطة أخرى أو محور آخر يجب أيضا الاهتمام به، وهو النجاح في تمرير الهدنة وحتى الاتفاق على تجديدها، ما يعطي بارقة أمل بأن المجتمع الدولي الآن ربما مهتم بتسكين جروح اليمنيين وعودة الاستقرار، وربما التفاهمات على مدى واسع تصل الى صنعاء وتحقيق الاستقرار في هذه المنطقه وايضا في البحر الاحمر وافريقيا. نعم أستاذة هند، يعني خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس السيسي والدكتور رشاد العليمي، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر بتدعم اليمن بشكل كامل من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل وإحلال السلام والاستقرار
في اليمن مرة أخرى. الدكتور رشاد العليمي أيضا أكد خلال المؤتمر الصحفي موقف بلاده وتضامنها مع حقوق مصر المائية المشروعة. تعليق حضرتك. أعتقد أن هذا الأمر ليس جديد. تعلمي أن أقدم ممالك التاريخ وحضارات التاريخ كانت الحضارة المصرية القديمة ومملكة سبا، وبالتالي هناك تاريخ كبير ممتد ما بين البلدين، كل منهما أثر على الثاني في التشكيل. وأن يكون هناك سيادة واعية للمخاطر والتحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط الآن بعد الانسحاب الأمريكي وصراع الأقطاب، هذا يعني يعطينا أيضا أمل بأن هناك بالفعل توثيق على أعلى مستوى، سواء كان توثيق المواقف العربية تجاه التحديات، سواء التحديات التي تواجهها مصر المائية، سواء التحديات الأمنية التي تواجهها اليمن والدول الخليجية، وحتى الدول التي ما زالت تعاني من الصراعات كليبيا وسوريا وغيرها. في النهاية بدأ عصر منطقة الشرق الأوسط في عام 2011، وبعد ذلك نتيجة تشرذم المواقف العربية، استعادة البيت العربي لكلمته وموقفه الموحد الآن تجاه الغرب وتجاه الدول الكبرى حتى الصين وروسيا، هذا يعطينا قوة في فرض شروطنا وأن يكون لنا طريق مستقل لتحقيق الأمن والاستقرار في معظم الدول العربية التي عانت منذ عام 2011. نعم، الأستاذة هند الدوي الكاتبة الصحفية، شكرا جزيلا لحضرتك. أستاذ ماهر، يعني طوال السبع سنوات الماضية الأمم المتحدة عينت أربع مبعوثين، أخيرهم كان الدبلوماسي السويدي هانز جراندنبرغ، أيضا كان في مبعوث عربي هو الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، وأيضا كان من المفترض بما أنه عربي أنه يكون أكثر فهما للعقلية العربية والقضايا العربية، لكن لم يحقق أي شيء بالنسبة لليمن. برأيك لماذا لم ينجح المبعوثين هؤلاء في إيجاد حل للأزمة اليمنية؟ لم ينجح المبعوثين الأربعة في الأزمة اليمنية طوال السنوات السبع السابقة، وبينهم ولد الشيخ المبعوث للأمم العربي، لأن أطراف الأزمة التي تغذي هذه الأزمة كانت تريد ذلك وتقوي وتدعم، سواء بالدعم المادي أو الطيارات المسيرة أو الطيارات حاملة القنابل، كل هذا كانت أطراف كثيرة وأصابع كثيرة ممتدة في الخريطة اليمنية الجغرافية وتشعباتها، كما قلت لك تضاريسها السياسية صعبة، وكانت من هذه الثغرات تدخل الأطراف المختلفة مع الفصائل ومكونات الشعب اليمني. نعم. أنا أعتقد كما قالت الزميلة الضو، الوقت الآن مناسب جدا في ظل تحرك عربي جاد وقوي لإيجاد حل نهائي وبات للأزمة اليمنية وإعادة إعمار اليمن، وخاصة في ظل أجواء عالمية جديدة تخلفها الآن أو تتخلق الآن وسط الحرب أو الأزمة الروسية الأوكرانية. نعم. اليوم مطلوب موقف عربي نزع في تلك الأزمات في المنطقة العربية لكي نظهر أمام العالم ككتلة مهمة جغرافيا وسياسيا واقتصاديا، وخاصة أن اليمن بثقلها الجغرافي والتاريخي والاستهداف ل زعزعة الاستقرار في البحر الأحمر، لا يزعزع الاستقرار في اليمن فقط ولكن في عدة دول على شاطئ البحر بينها المملكة العربية السعودية ومصر. نعم. والإمارات. أنا أعتقد أن الدور المصري مع الإمارات مع السعودية مع دول الخليج مع الدول العربية التي تسعى لحل الأزمة اليمنية ستصل في النهاية إلى حل بعودة اليمن إلى أبنائها وبدء إعادة الإعمار في اليمن وعودة اللاجئين في الخارج. ولكن يمكن هذا الرأي لا يتفق مع تصريح المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج، اللي قال إن الطريقة الوحيدة لإخراج اليمن من الحرب هي من خلال دفع تسوية تفاوضية بين اليمنيين أنفسهم. يعني هل حضرتك تتفق مع هذا الرأي؟
أنا أتفق كما قلت لك في التضاريس السياسية اللي هي التسوية السياسية بين أطراف الأزمة داخل اليمن. هذه مفاوضات تحتاج إلى مفاوضات جادة وتنقية مهمة. المفاوضات بين الفصائل اليمنية وإخراج الأصابع الخلفية التي تغذي هذه الأطراف هو الذي سيحل الأزمة ويعيد اليمن إلى خريطته السياسية بتوافقه وبمواءماته السياسية المختلفة، يعني بكل مكوناته وبكل آرائه. لكن هناك أطراف تدعم بشكل سيء وبشكل خبيث لإبقاء الأزمة اليمنية، يعني كحرب بالوكالة موجودة في هذه المنطقة، تزعزع الاستقرار والأمن في البحر الأحمر، وفي نفس الوقت تزعزع الاستقرار والأمن في الخليج، وتزعزع الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط. ولكن هل تعتقد حضرتك أن الطاولة ستعطى لليمنيين مرة أخرى خلال المرحلة أو الفترة القادمة، وأنهم سيستطيعون أو يتمكنون من إيجاد حلول لأزمتهم؟ أعتقد أن اليمنيين في النهاية لابد أن يجلسوا إلى كلمة سواء من أجل اليمن ومن أجل العالم اليمني ومن أجل وحدة اليمن ومن أجل خيارات كثيرة للتنمية التي يحتاجونها. الشعب اليمني عانى والمعاناة شديدة وأصبحت مأساة إنسانية يتحدث عنها العالم كله، وأنا أعتقد إذا خلصت النوايا سنجد هذه الجلسة وسيتم نهاية الأزمة اليمنية التي استمرت قرابة 8 سنوات. البعض يقول أن هناك أطراف خارجية إقليمية ودولية يعني لها مصلحة في استمرار هذا الصراع وبتستخدمه لخدمة أجندتها. على سبيل المثال إيران بتدعم الحوثيين من أجل أن يكون لها ذراع في المملكة العربية السعودية أيضا تجاه إسرائيل، وأن واشنطن والغرب بيستخدموا هذه الحرب من أجل الضغط على المملكة العربية السعودية واستنزاف مواردها في الإنفاق العسكري. هل تغيرت أجندات هذه الأطراف الآن أم ستبقى على حالها؟ هذه الأجندات لن تتغير، لأن الدول التي تبيع السلاح تتمنى أن تبيع السلاح، والدول التي تريد حرب بالوكالة وزعزعة الاستقرار في السعودية كإيران وغيرها ستستمر. لكن الحل في يد الشعب اليمني نفسه في ظل الأزمة والمأساة التي يعاني منها اليمنيين. هي كما قلت سيادتك هي حرب بالوكالة، لها أطراف كثيرة غربية وخليجية. إيران تسعى لوجود زراع لها في الأرض اليمنية في خصر المملكة العربية السعودية، وأمريكا أيضا تريد أن تظل هذه الحرب إلى ما لا نهاية، لأن مصانع السلاح والطائرات وغيرها تعمل. لا. وأطراف إقليمية أخرى لا داعي لتسميتها أيضا لها مصالح كبيرة في استمرار الحرب في اليمن. لو تطرقنا لأزمة بعينها، الجنوب اليمني بيمثل يمكن أزمة داخل الأزمة. هناك من يريد أن يفصل الجنوب عن الشمال اليمني، ورغم أن عدن هي الآن مقر الرئاسة والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لكن بتشهد اضطرابات وحوادث اغتيالات عدة. هل تعتقد حضرتك أن دخول مصر والمملكة العربية السعودية وعدة دول قد يجد حل لعدم تقسيم اليمن إلى شمال وجنوب؟ يمكن أنا عشرت حاجتين في اليمن. الحرب اليمنية الداخلية ما بين الأطراف في عدن، المتقاتلين في عدن قبل الوحدة، والوحدة في اليمن أيام الرئيس السابق الأسبق علي عبد الله صالح، وحرب الوحدة في اليمن. اليمن لا يصح إلا أن تكون يمن واحد ويمن جنوب وشمال، لكن إذا خلصت النوايا بين القيادات اليمنية المختلفة، وهي تحتاج إلى حكومة وفاق قوية، حكومة تعطي لكل طرف، سواء لا أريد أقول الجنوب، لأن يجب أن نجعل عدن مثل المكلا، مثل حضرموت، مثل العند، مثل صنعاء. يجب أن تلغى هذه الفصائل ومصطلح الجنوب المحتل
لم ينساه اليمنيين حتى الآن في الاحتلال البريطاني، لكن أنا أعتقد المرحلة الحالية الخرائط تغيرت، ألمانيا توحدت، الكوريتين يتحاوران. الوحدة في العالم هي الأساس، وأعتقد أن ما يربط اليمن عدن بصنعاء أكبر كثيرا من أن يكون هناك عاصمتين في دولة واحدة. الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدى اهتمام كبير بوقف الحرب في اليمن، حضرتك شايف الموقف الأمريكي من هذه الحرب إيه؟ الموقف الأمريكي أنا أعتقد لا نضع يدنا عليه كثيرا، لأن أمريكا كانت تنظر إلى هذا الحرب من منظور المصالح إضافة لمنظور تأجيج صراع في منطقة تستفيد منها أمريكا نفسها وتحارب بها دول أخرى في المنطقة. فهي كما قلت لك الحرب في اليمن تأثير على قناة السويس، يبقى مصر تتأثر، تأثير على السعودية، يبقى السعودية تدفع ثمن السلاح، تأثير على التحالف العربي، يبقى الإمارات تتأثر. فهي حرب متشابكة فيها أطراف خارج الإقليم، ومن هو خارج الإقليم يسعى لأن يكون له دور في الإقليم، رغم أن واشنطن كانت يعني لم تلقي بكل ثقلها من أجل وقف هذه الحرب، ولكنها كانت بالفعل تستطيع إيقاف هذه الحرب. كانت أمام أمريكا منذ فترة، منذ 8 سنوات، إيقاف هذه الحرب بعد فترة قليلة من بدايتها وتشكيل التحالف العربي، لكن أمريكا نفسها جعلت الأطراف تمد في الصراع إلى وصلنا ما وصلنا إليه. وهذا جزء من سؤالك الأسبق، فشل المبعوثين الأمميين في حل الأزمة اليمنية وتجميع الفرقاء في اليمن على كلمة سواء في طاولة واحدة. مباحثات كثيرة جرت في عمان، مباحثات كثيرة وأكثر جرت في الرياض وفي خارج المنطقة العربية في جنيف وغيرها، ولكن لم يحدث حتى الآن. يعني ما نراه اليوم هو نظرة تفاؤل لأن تحل الأزمة اليمنية، وكما قال الرئيس السيسي هو الحل السياسي هو الطريق الأمثل والوحيد لعودة اليمن الواحد واستقرار. توقعات حضرتك أستاذ ماهر للمرحلة القادمة في الأزمة اليمنية؟ الأزمة اليمنية يحلها الشارع اليمني والأطراف اليمنية كما قلت لك في تضاريسها المختلفة، عليها أن تعين الشعب اليمني لكي يشق طريقه ويختار خياراته السياسية وخياراته في الحكم بنفسه دون إملاءات من الخارج، وأن الحل العربي إذا توحدت الدول العربية في إيجاد حل عربي سيكون قوة للمفاوض اليمني وقوة للمفاوض الأممي، وتعود اليمن إلى ما نأمل به يمنا سعيدا. ولكن بعد 7 سنوات من الحرب الحوثيين أصبحوا بيمتلكوا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة يمكن بتضرب أهداف على بعد أكثر من 1000 كيلومتر. حضرتك شايف التحديات والتغيرات في خارطة موازين القوة في هذه المنطقة تغيرت إزاي؟ هي تغيير التحديات فيما امتلكوا الحوثيين من الضرب في نجران والضرب في جدة والضرب في الرياض بالصواريخ بالمسيرات، هذه أداة جديدة حديثة استغلها الحوثيين بشكل سيء، وكانت تهديد للدول العربية وخاصة السعودية والإمارات. أنا أعتقد لابد من الجميع أن يرفع الدعم، أن يرفع دعمه اللوجستي والسلاح عن الأطراف المتصارعة في اليمن. ستهدأ الحرب وتسكت البنادق وتتحدث الطاولات وتتحاور الأطراف المختلفة للوصول إلى حل شامل وناجز في اليمن. نعم أستاذ ماهر عباس في نهاية، مدير تحرير الجمهورية وأيضا متخصص في الشؤون العربية، في نهاية حلقتنا بنشكر حضرتك وشرفتنا على شاشة نيل الأخبار. أنا أشكرك. مشاهدينا انتهت هذه الحلقة من برنامج المشهد، غدا مشهد جديد، إلى اللقاء.